يلا أميرة يلا تأخرنا. والله حيروح علينا القارب. يا الله كالعادة متأخرين، ما نسينا شيء. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. والله ما شبعت نوم ابدا. نمنا كم؟ نمنا الساعة 3:30 وقايمين دحين الساعة 7:30. ما ادري 4 ساعات. قمنا 7 اوه ماي جاد. المهم حماس ليتس جو. اوه ماي جاد، اول مرة يا جماعة نصحى في هذا الوقت الساعة 7:30 صباحا. شوفوا الساعة 7:35. تخيلوا يا جماعة في نص ساعة بدنا نلبس ونجهز العفش كله ونرتبه ونسوي تشيك اوت ونخرج. ما عليكم السيارة حوس. المهم اليوم ما قلنا لكم وين رايحين. اليوم زي ما شفتوا في اخر فلوج نزلناه قلنا لكم في نهاية الفيديو ان اليوم راح نروح رحلة لجزيرة اسمها جزيرة الدمنيات. جزيرة مرة جميلة، طبعا هي جزيرة محمية واتوقع ان موسمها راح يخلص قريب، فراح يقفلوه ويرجع يفتحوه بعد عدة اشهر. يعني الحمد لله انه راح يدينا يعني ان نشوفها. مظبوط الحمد لله وصلنا على الوقت، اول مرة ما نتأخر الحمد لله. All my friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I was to dance. طيب يا جماعة وصلنا الجزيرة. شوف البحر من هنا كيف لونه متغير. يا سلام لون التركوازي. شعري طبعا تنكش. ما عليكم. اوه ماي جاد حماس عبد الرحمن. شوف واو شوفوا وربي لونه يجنن. اوه ماي جاد شوف لون البحر هنا. استني بابا يطلع. استني ما تطلع. شوفوا السمك يا جماعة، شايفين؟ يلا الحين قاعدين نظبط إيلين عشان تسبح كويس تنبسط. صح يا لولي، أحلى شيء إنه علمناها السباحة ما ينخاف عليها ما شاء الله. متحمس تبى تروح تنط في البحر. يلا لولي جاهزة مستعدة؟ يلا مستعدين. يلا أميرة يلا بسم الله. تبي هاي تغرقين ها؟ أنا مشكلة خايفة وأنا والله جاكيت خايفة. يلا شايفين المعاناة؟ لنا نص ساعة هنا قاعدين وهذه ما هي رابطة. إيش رأيك تنزل أنت قبلي وتمسكني بعدين؟ إذا كذا حتطمر أكثر. إيش رأيك؟ لا 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 أنت حتنزلي أول. يلا لا تخافي، أنزلي وأمسكي هنا لا تخافي. سيبي يلا سيبي. خلاص خلاص. وريني يدك الاثنين. وريني يدك الاثنين. لا واحدة ماسكة بالسلم لسه. يلا خلاص أخيرا. أخيرا. شكلها هذا حتقعد هنا جنب السفينة. يلا إيلين يلا مع ماما. يلا كمل. What you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it. Or maybe just lovers, cause under the covers. Baby, you should. طبعا وصلنا الجزيرة هنا وأميرة أول مرة في حياتها توصل للجزيرة. أميرة لا رحت في اليونان. نسيت الجزيرة هذيك. والله اللي في اليونان نسيت. المالديف هذه مو جزيرة. إيه صح صح صح, صح. شوفوا يا جماعة كيف المكان. واو إيه والله بجد رحماني بيتحدى الكابتن. أوكي But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. طيب يا جماعة قررت أنا وأميرة وإيلين نروح نكتشف الجزيرة لوحدنا بعيدا عن الناس. الناس كلهم راحوا هناك. هو قال الناس راحوا يقعدوا في البحر. حتلاقوا مكان تشوفوا فيه كل الجزر التسعة. تخيلوا الله يا سلام. يلا طلعنا شوفوا حنطلع فوق هذا المكان. شايفين الجبل هذا؟ الجبل هذا حنطلع ونشوف. الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام. اطلع اطلعي. اوه ماي جاد شوفي المنظر. واو واو رهيب والله. هذا مكان كيف؟ واو هذا مكان. هذا البحر نظيف.
أميرة يا ليت تقول الماء مرة دافية والأرض مرة ناعمة كأنك تمشي على سحابة. المكان استراتيجي ما في إلا إحنا واثنين شخصين بس، ما في ولا أحد، كلهم راحوا هناك يلا على بالهم الجزيرة الحلوة هناك هذه اللي حلوة والله من جد. الرمال شوف لونها كيف أبيض وناعمة وكذا دافية كأنه مساج الرجل. ترى أنا حروح أخليكم ها، حرقتنا الشمس. يلا ايش اللي تعال انا رايح والله والله يا جماعه والله حرقتني الشمس انا رايح. مع السلامه. مع السلامه والله ما بقعد والله حرقت امي الشمس ورب طلع دي متعبه صح. ترى القارب لو مشي حقول له لو يبغى يمشي حقول له امشي ها. خليكم هنا اقعدوا لوحدكم والله. اشوفكم ان شاء الله السنه الجايه ها، السنه الجايه ان شاء الله. افا قالت لي حتشوف من يطبخ لك الفطور ابو الورطه. تقول لي كل كورنفليكس بعدين. زوجتي وابنتي الجميله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه. باي باي. يا كويس انكم لحقتوا، ترى كنا ماشيين خلاص والله كلهم يطالعون فيا شكلهم يسبوني يلعنوني. انت اخر واحدة جيتي ترى. وينكم؟ ليش ما قلت لي؟ قلت لك اتصل علي صح ولا لا؟ ما في شبكة والله، دقيت عليكي. جوال طفى من الحرارة. الشمس ضربته. قولي والله عشان تعرفي انه حر. ايش تبغي دحين؟ يلا ايش اسوي لك؟ ساعدني. انا ماني مساعدك. يلا حرام عليك بتسيبني بالجزيرة انت بتفتك مني. طيب انا اوريك والله. لا وحرام إلين إلين يلا يلا عشان بنتي بس إلين. تقدري تطلعي؟ والله يعني ما شاء الله عليكي قوية والله. والله يتحرك والله. انا اخر واحده من جد والله اخر واحده. او ماي جاد ليش اخر واحده في الايلاند كلها في الجزيره كلها. اوف والله كان حماس. حقعد كذا الوحده اسوي لي فيلم هذاك زي اللي ضاع في الجزيره. ايش الفيلم هذاك الموفي؟ والله ما قاعد يكلم الكوره عرفته. الكوره حقه سوى منها شخصيه وجنن اخر شيء. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف بالله الرحلة؟ والله الرحلة تجنن مرة انبسط. الحين لازم اخذ لي شاور نحس فيني بكمية ملح. دحين اميرة حنروح فندق ثاني ترى. اي صح نسيت. نسينا نقول حنقول لكم بعد شوي ايش الهرجة. اوكي. طيب يا جماعة قررنا نغير الفندق. ليش؟ الفندق هذاك صراحة الغرف حقه صراحة ما كانها 5 نجوم والله. ابدا يعني ابدا. يعني سعره شوية مو شوية، سعره كثير غالي والغرف كانها فندق 3 نجوم قديمة مرة. يمكن ستايل قديم. هو فندق قديم بس المسابح كانت حلوه والموقع حقه كان مره حلو صح. بس بعيد عشان كذا قررنا ان نغير خلاص في اخر يوم. بس المشكله انه كيف نروح بهذا المنظر للفندق؟ ما حيدخلونا الفندق. حيقولون دحين انتم من جدكم اطلع برا. حيقولون لا ما عندنا غرفه لكم. والله يا جماعه مبهدلين حالتنا مره. لا وانا نازل يا رب ما قابلوا متابعين. يا رب ما حد شفني بعد السكر. لا قابلوا متابعين اقول لهم معليش ترى فيها كيلو ملح. كيف الفندق؟ الفندق حلو بس أميرة يعني ما يتناسب مع فخامة الفندق. والله قد إيمان الله يجري بالبحر على طول نبرر. أنا مقهور إنه ليش ما جبتنا من هنا من أول. هو صح هذا أحلى. نفس السعر صح؟ إيه صح. لا 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 زين نفس السعر تقريبا وفرق كبير والله صراحة. بس أنا جبتك هذاك عشان المسابح. أنت عارفة منتجع زي كده. هذا مسبح عادي أميرة، هذاك يعني كده زي المنتجع فهمتي؟ يلا حنشوف دحين الغرفة دي أحسن من ديك ولا زي بعض؟ الله هاي كيف الريحة الحلوة اللي مسويها؟ ايش فيك؟ شافت بانو يعني خلاص اليوم هذا الحمام. اوكي هذا الحمام هنا او ينفتح على الغرفة كيوت اند كوزي. وبعدين عندنا اوكي تعالوا. اوه والله شوفي جابوا ليلين سرير بنفسهم ظبطوا لها اياه. واو والله انهم كفوا. واو
اليوم جماعة نفطر هنا كمان لأنه كثير منكم عليكم من شعري وكشة شعري، هذا منحتر أنا معروف أمير ما يحتاج. المهم كثير منكم قالوا لنا افطروا في هذا الفندق. صح، واحدة من الأسباب اللي خلتنا ناخذ الفندق إنه قلتوا له هذا الفندق يقدم فطور مرة حلو، عشان كده حجزنا هنا. صح. طبعا يا جماعة صحينا من النوم بالشدة وكأننا مخدرين ميتين مو مخدرين. طبعا شعري قاعد احاول اعدل فيه اللي بايت عدل. اليوم الملح ضربه مزبوط بكويس والله، كلنا شعرنا تنكش. المهم يا جماعة دحين حننزل حنفطر. إلين انجلنا تعمل مشافة هذا المكان. إلين ايش هذا المكان؟ تعرف لنا بوفيه خاص للأطفال. سو كيوت، والله فنانين. برجر وفواكه واشياء صغيرة. One more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. Cause I don't know what to do if you go. العافية عليك لولي. من مين يا أميرة الورد هذا؟ حلو، من هاجر. هاجر الله يسعدك، والله ما قصرت. أهل عمان أخجلتونا بذوقكم وكرمكم وطيبة قلبكم، الله يسعدكم. بعدين كمان ما شاء الله مطقم مع لبسك. اي والله بتجد نفس اللون. أميرة هذا اسمه البوليفارد العريمي. خلاص بس المحلات مقفلة. ايش هيك مقفلة كده وهدوء؟ عبالي ان اليوم سبت ولا احد ولا جمعة، خلينا شيك الاقي لسه. المهم خلينا نتمشى كده نشوف محلات الفاتحة نلفلف. يلا شوف لما تقيس. شوف عبد الرحمن وضعه ايش لما تقيس لازم كده. This is him. هذه معروفة ترى الحركة. وليش ترميها؟ لا تنفيها. التاريخ هو الشاه. طبعا شوف 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 لما تجي شوف شوف لازم ترميها في الارض طاع يطلع صوت، يطلع صوت عالي يعني كويس. هذه هدية العيد لك ها مني. لا يا شيخة ترى مستني منك هدية مرة كبيرة. كبيرة يعني اكيد حجيب لك شيء 3 كيلو قطن كبير. ولا ترى المعاملة ترى حتتغير كيفك انا قلت لك. طيب لا لازم افكر شيء كبير رخيص. ونحن من المول رجعنا البيت. عبد الرحمن قاعد منتج، انا قاعد اصور سنابات. المهم الحين جانا بمن وقت السحور، جابوا لنا فلافل وحلومي وعندنا اللي يحبه قلبك الفول. يا سلام، هذا الكلام الصح، هذا الكلام الصح. العيش طيب شوف عندنا رز وبيض ما شاء الله. ما باقي شيء والله باقي. وكمان رز وبيض. ايش في ايش في الله خلاص اللي هذا خليه بعدين. يلا خلاص يا أميرة لا تتعبي نفسك، ترى هم حيرتبوه من أول جديد وحيشيلوا كل شيء. مو حيرتبوه حيغسلوه قصدك. أيوة. المهم يا جماعة اليوم رسالة هذا آخر يوم لنا في عمان للأسف الشديد صراحة. والله انبسطت وما حسينا ها يبوا تردونا خلاص زودناها قاعدين. لا لا والله دونا ما شاء الله، والله ما شاء الله عطونا وقت صراحة. وخلاص سلمناهم أغراضنا، حينزلوها تحت السيارة، صرنا جاهزين وحنغادر. والله انبسطنا، والله ما توقعت ان الرحله حتكون كذا جميله. رحنا الجزيره وشفنا المدينه وشفنا المولات ورحنا الاماكن التاريخيه اللي هنا، مره انبسطنا. والشعب العماني الشعب جدا طيب. اكثر شيء عجبني في عمان اهل عمان صراحه. والله اهل عمان مره طيبين. يعني اتوقع ان احنا نقول لك كثير بس والله من جد اهل عمان اهل كرم وذوق واخلاق. وان شاء الله يا رب هذه مو اول ولا اخر زياره لنا، ان شاء الله ناويين كمان نجيكم. يلا يلا خلاص نمشي يا اميره. يلا ليتس جو، رايحين على بيتنا وحشوني القطط. مو بس القطط كمان الارنوب برا وحشتني. ايلين متحمسه ترجع البيت؟ ايوه. مين وحشك؟ قولي لي قولي لي بالله مين وحشك اكثر، توم ولا ماميتا ولا باني؟ كلهم. لا اختاري واحد. تمام ماميتا. هاني باني كل يوم قاعد تقول ابو هاني باني هاني باني وهاني باني. هي تتضارب كذا. هاني باني لانها شريره والله. لا لانه إلين تطلع الحوش وما تبغى ترجع، فلما احد يمسكها على طول تحاول تهرب، عشان كذا إلين تقول تتضارب. المهم ليتس جو على البيت على دبي دار الحي. يلا يلا خلاص ودعتي ودعي باي عمان باي عمان باي عمان باي. إلين إلين سوي الحزام، ما عليكم من السيارة ترى حفلة. إلين يلا اقعد يسوي الحزام، يلا طريقنا طويل. السيارة ما
ابو حفله اللي بعد الحفله ايش يقول بدري ما ادري مشتريات مين ما ندري مشترياتنا كلنا لا تسوي نفسك مشترياتنا كلنا خلاص انا اعترف دي المره المهم عندك طريق طويل يلا بسم الله ان شاء الله يا رب تكون طريق سهل وميسر واهم شيء اني لحق لانه انا صراحه ما احب انه عبد الرحمن يسوق في الليل احب انه يكون في النهار عشان كذا يلا انطلقنا بسرعه وبسم الله توكلنا على الله انت شايله الورود هذه ليش ما حبيتها اوكي إلين يلا اربط الحزام يلا لولي ورانا طريق طويل ترى اربع ساعات حن عبد الرحمن خمسة خمس ساعات اجل ايش مو قلت اربع يعني خلاص اربع ونص عشانك يلا يلا اربع يعني حنوصل الساعه كم الحين حنوصل الساعه 8 ونص تيك توك the clock keeps ticking I don't know what I should do and I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. الحمد لله على السلامة الله يسلمك وصلنا بيتنا وصلنا البيت يا جماعة الحمد لله والله شعور رهيب صراحة يعني والله مشوار كان حلو خفيف لطيف مرة الطريق سهل وبسيط وحلو في الطريق انه سيدة يعني ما في مرتفعات ولا لفات اللي فيه خفيفة بس هي لانه الشوارع ما شاء الله مضبوطة ما تحس فيها والله هذه كل مرة نغيب عنها حصلها كبيرة انت في اربع ايام سبنتي كذا صرتي دبدوبة يا دبة اي دبدوبة والله سبنتي قاعد يقرقر مشغل الموتور هذا يعني انه مبسوط توم وحشناك ولا لا والله نزليني في الارض روحي والله ما ادري والله ما دريت عنك لا 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 اصلا اول ما فتحنا الباب على طول لقيناه في وجهنا ماميتا هلا 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 ماميتا ماميتا بس تشوفك ماسكه توم على طول ايوه بس تشوفني امسك توم غيوره والحمد لله يا جماعة رجعنا بيتنا بالسلامة ورحلتنا كانت هذه ميسرة انبسطنا فيها استمتعنا فيها مرة كل شيء مشي الحمد لله على ما يرام والله انك كفو عبد الرحمن ترى هذه فكرة عبد الرحمن الجهنمية الخطيرة الله انك زبطتها ترى ما تدري في يوم الليلة اقول لك يلا ننط البلد والله فلعنا. انا جاهز انا من الحين اقول لك انا مستعدة حتى الشنطة حسيبة زي ما هي يا جماعة حبينا انكم تكونوا معنا في هذه الرحلة شاركناكم كل تفاصيل يومنا ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا في هذه الرحلة وان شاء الله يا رب حتكون في رحلاتكم ان شاء الله باذن الله شكرا على دعمكم شكرا على كل كلامكم الحلو تكتبوا لنا اياه الله يسعدكم وعيدكم مبارك مقدما ادني شكرا على خير بيكتري ولا تنسوا تتابعوا قناه امير ستار